انت لسه ما نمتيش يا ماما؟ مش كفايه النوم يا حبيبتي. طيب تحب اعمل لك حاجه تشربيها؟ نفسي مش جايبان اشرب حاجه عشان طب علشان خاطري ادخلي ريحي جوه. وقت الراحة راح خلاص. مشي مع عبد الله، مشي مع عبد الله يا شاهد. روحي انت يا حبيبتي نامي، روحي نامي وسيبيني انا عايز اقعد مع نفسي شوية. على راحتك يا ست الكل، على راحتك. اكل الفطور ده لمين؟ ده العم الحاج، ما كلش حاجه من عشيه وقاعد لوحده، وقلت اعمل له حاجه ياكلها. حنينه قاوي، خايف عليه قاوي. ولا بتوصل وتعرف الاصول قاوي؟ جرى ايه يا ست جبريه؟ هو انا لو عملت حلو ومش عاجب، عملت وحش برضه مش عاجب؟ انا لو عفشه ولا مره اي كلام كنت قعدت في بيت ابوي، لكن انا قلت لا، الظرف اللي احنا فيه ده محتاج ان اكون معاكي، واللي فات مات. مين اللي مات على الصبح؟ اصطبحي، بسم الله الرحمن الرحيم. جوزك فين؟ ما سمعلوش حس ولا بيض بره؟ اسكتي ياما اسكتي، طول الليل هاتي عياط، لما عينيه بقت عامله زي كاسات الدم. حبيبي يا ولدي، قلت له لا اطلع فك عن نفسك هبابه، لو قعدت تبكي في الاوضه هتدخنك. والله والله أنا أول مرة يعني أعرف إن مروان بيحب عمه جوك ده زي ما يكون كان عايش معاه طول عمره. الله يرحمك يا عم عبد الله. ولد ابن أصول مش زي ناس. يلا غوري اطلع على السطح، جيب الحطب وحمي الفرن. حاضر عيني. في عينك. العسل اتحط هنا. اتحط هنا. وتجيبنا هنا. وده هنا. ايوه كده. صبح بالخير يا عبد الحكيم، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. يلا قوم، حضرت لك الفطور بيدي، يلا عشان تاكل. لا ماليش نفس يا جبريل. لا ينفعش، قدامك لسه يوم طويل. قوم يا اخويا قوم قوم. يلا بسم الله عليك يا اخوي. تي خارجه ولا يا جبريل؟ راح الكريمه جيبها عشيه من الخضه، عرفت شفكر. بس لما جيت احط راسي بالليل وانام قلت اهدى، كيف راح من على بالي اقول لها تجيب بناتها ويجوا يقعدوا هنا. تعال اخوي تعال. امال ايه؟ هادو مسؤولين مننا مش من حد تاني. قلت لا، لازم انا اروح اجيبهم عشان الناس تاكلش وشك، وانت تبقى عملت الصح ومعديك العيب، وهي كمان حره تيجي ما تجيش، احنا عملنا اللي علينا. اقعد قصيدة
أصيلة يا جبرية. وأنا عارفة أخويا إنك زعلان منها، وعمرك مستحيل هتروح تجيبها بنفسك. عشان كده قلت معلش أنا بدالك يا أخوي. كتر خيرك يا جبرية. كمان يعني بيني وبينك قلت نجيبها تقعد هنا، تبقى تحت عيننا، نعرف بتفكر في إيه، ناوية على إيه. ما هي كريمة دي مش سهلة وانت عارف. ربنا يخليك لينا أخويا، يطولنا في عمرك حبيبي. يلا كل 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 الجوة تمال. ايه ده يا ماما؟ هو انت عايزه تفطري؟ احنا عايزين نمشي. مفيش مشاين قبل الخميس، اقعدي افطري. يا ماما ايه اللي قعدنا بس؟ بقول لك ايه؟ اجري صح اختك زينة عشان تيجي تفطر معانا، يلا. حاضر. وانت ترزعي، مش ناقصه مناهده على الصبح؟ ماليش نفسي يا ماما. بقول اقعدي.